للمزيد من التفاصيل حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بابرس. كريم، لك أن تطلعنا على المشهد لديك اليوم في مهرجان العالم عالمين. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل فعاليات هذا المهرجان في نسخته الأولى مستمرة، إما بالحفلات الغنائية التي حضرناها بالفعل في نهاية الأسبوع مثل الفنان أو الموسيقار الكبير عمر خيرت والعديد من الفنانين الذين شهدوا زخما كبيرا وأعدادا غفيرة جاءت بالفعل إلى العالمين الجديدة، وبالإضافة لذلك أيضا البطولات المختلفة، البطولات الشاطئية وغيرها من البطولات المتنوعة والفعاليات المختلفة، فعاليات ثقافية، فعاليات خاصة بالأزياء، كل ذلك موجود داخل العالمين الجديدة وهذا المهرجان. ولكن العالمين بشكل عام أو العالمين الجديدة لا تعتمد فقط على المهرجان، بل هناك أيضا هذا الجانب الخاص بالمعيشة. هي الأهالي العالمين هي من قامت عليهم العالمين الجديدة، وهم من بدأوا بتوجيهات بالطبع من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحرك لإنشاء هذه المدينة الجديدة لتستقبل الزوار، ولكن أيضا المدينة تستطيع أن تستقبل كل من يريد أن يعيش المعيشة الطبيعية. هنا من هذا السوق، سوق العالمين، نجد كل الاحتياجات متوفرة هنا من المخابز، من الأدوات الكهربائية، من المفروشات وغيرها من كل احتياجات المنازل بشكل عام. أيضا بالإضافة لوجود جامعة العالمين الجديدة، هذه الجامعة التي بالطبع بسببها سيكون هناك أيضا زحفا طلابيا لهذه المدينة، مما يجعلها أيضا مدينة قابلة للمعيشة بشكل عام، سواء للطلاب أو حتى لجميع المهن المختلفة هنا في مدينة العالمين. نتحدث أيضا بالإضافة لذلك عن قدرة من يستطيع أن يأتي، كل من يستطيع أن يأتي للعالمين لا يلتزم فقط بالمهرجان، بل على هامش فعاليات المهرجان وعلى هامش حضور الحفلات وغيرها يستطيع أن يتحرك في مدينة العالمين، يستطيع أن يذهب إلى السوق القديم حيث أنا متواجد الآن، يستطيع أن يذهب الأهالي لهذه الأماكن، مما أيضا يحرك السياحة أيضا السكنية داخل هذه المدينة. لذلك المهرجان له أيضا نقاط إيجابية فيما يتعلق بالزيارة والسياحة العربية وغير العربية، وأيضا زيادة وانتعاش أيضا الحياة الطبيعية هنا في مدينة العالمين نقلا من السوق. تحدثت أيضا مع المواطنين هنا، تحدثوا عن يعني بالطبع اهتمام الاهتمام المباشر بالمهرجان، مما يعود بالنفع على مواطنين العالمين بشكل عام، ومما ايضا يساعد على ايضا وضع الاضاءه مره اخرى على مدينه العالمين ومواطنيها، وايضا استعاده الانتعاشه الطبيعيه لمدينه العالمين. اشكرك شكرا جزيلا كريم بابرس، مراسل التلفزيون المصري من مدينه العالمين الجديده، شكرا جزيلا لك.